ازيك يا توتة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا رامي، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا توتة. توتة، بس ممكن توعي عشان عاوزة اخلع الكوتشي بتاعي. لا يا رامي، روح اخلعه في اي حتة تانية، ما حبكتش يعني في المكان اللي انا قاعدة فيه. توتة اوعي بدل ما اضربك. انا عاوزك تضربني، انا بقى هقف وريني هتعمل ايه. طيب هو كده، خدي بقى دي. والله يقول لجدو، جدو الحق رامي ضربني. ليه يا توتة؟ ايه اللي حصل يا بنتي؟ تعالي اقعدي جنبي. انا هقول لك اللي حصل يا جدو. هو قال لي قومي عشان كان عاوز يخلع الكوتشي، فقلت له اروح اخلعه في اي حته تانية، فراح ضربني. طيب يا توتة حبيبتي ما تزعليش، انا هتصرف مع الولاد بقى. يا رامي يا رامي. ايوه يا جدو، عاوز حاجه؟ ايوه يا ولد، عاوز تعالي اقعد جنبي. نعم يا جدو، حضرتك عاوز ايه؟ ما ينفعش يا ولد اللي انت عملته مع اختك ده، انت ازاي تعمل معاه كده؟ خلاص يا جدو، انا هعتذر لها، انا اسف يا توتة. وانا كمان اسف يا رامي. ايوه كده يا ولاد، انتوا تبقوا حبايب جدو، وهنفيد اصحابنا برضو ان هما اي اخوات ما ينفعوش يعملوا كده مع بعض.